النسب الغذائية. وقبل بداية الساعة ما عندك إبراهيم جلول عزدي الجمعية العامة صادقت على الحصيلة الأدبية والمالية لسنة 2019. أكيد أنه جاءت متأخرة هذه الجمعية العامة نظرا للظروف التي رانا نعيش فيها، ولكن الحمد لله يعني جرت في ظروف جد جيدة، وفي الأخير يعني كان انتخاب لعضوين جديدين في المكتب التنفيذي، واحد من العضو النسوي والآخر من العضو الرجالي. كاين الناس يخدموا في الخفاء ما عندهمش ميداليات، لكن يجيبوا حاجة كبيرة للرياضيين من حبهم للرياضيين ومن حبهم للرياضة الجزائرية، وأتمنى أن أكون من هاد الناس، وانتخابي في اللجنة التنفيذية يزيد يحفزني باش نعاون الرياضيين أكثر وأكثر في ميادين أخرى من غير الميدان الصحي. أنا جد مسرور بانتخابي على مستوى المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية، وخاصة جد باسم الاتحادية الوطنية للجميع. والرياضة الوطنية يعني هي شيتون يعني فوق أخرى، يعني وجهة نظر أخرى للرياضة. احنا فرصة لنا كاتحادية باش كل المشاريع تاع رياضة الجميع تكون في اللجنة، وعلى بالكم باللي يعني لي ريكومونداسيون يعني تاع لو سي او رياضة الجميع عطاولها اون بلاص تريز امبورطون في المجتمع.